زاركين على الزرك. رح اترك لك اياها مفتوحه. اوكي معلم. اوكي اسلموا. هاي 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 مش رولا؟ هاي. ايه شو اخبارك؟ سافا. عرفتيني؟ ناجي. ناجي انا رفيقه لنبيل، كنا سوا بالمدرسه. ايه شو اخبارك؟ كيفك انت؟ شو اخبارك؟ ايه مزبوط، كنت انت ونبيل خي بنفس الصف. مزبوط. ايه ايه شو اخبارك؟ لك يا زلمه كبران وتحلى. ايه عمرك معظمه. ايه شو اخبارك؟ ان شاء الله منيحه. سافا الحمد لله. كيفو نبيل؟ نبول منيح منيح تمام. ايه الحمد لله. اه اوكي اوكي. ايه انت شو اخبارك؟ ماشي. بعدكم ساكنين بالحزميه؟ نحن ايه. اه اوكي. انه انا وبابي ساكنين. اه نبيل وين؟ نبيل بتركيا. اه بتركيا. ايه نبيل. نبيل له تقريبا شيء رح يصير له 11 سنه هونيك. انت خبرني شو اخبارك؟ شو 11 سنه ما عم بيجي ابدا لهون؟ بلا بيجي هيك يعني انه 3 4 ايام وبيروح، انه بس بيجي بشوفنا وهيك وبفل. أوكي. شغله هونيك لان ليك انه عم بيجي يعني انه بيجي على البلد يعني بيجي شوي. ايه ايه. اوكي اوكي. إيه انت شو خطبت جواز؟ لا نبيل جواز. نبيل لا ما تجوز. بعد ما تجوز تعي ولا انا. انا بعد ما تجوزت وهيك ولا مصاحب ولا شيء نبيل يعني هيك لا بي لانه نبيل باله بشغله اكثر وهيك. اوكي. بس انا كمان انه عرفت انه عادي ومن منه ما ما بظهر مع حدا وهيك. صحته منيحه يعني نبيل؟ ايه كثير منيح بجنن. ايه عال جود. ليك جود. انت بتعرف وين بيتنا وهيك؟ اذا انه في شيء يعني كل ايمتى مثلا عم بيجي نبيل لهون على البلد؟ يعني تقريبا بالشهر عم يجي مره. اه والله. ايه عم يجي مره يعني بيقعد 3 4 ايام. ايه. طب ليك بتعرف شو شكلك؟ انه لانه نبيل وهيك انه خلص ما تستحي ما تلف وتدور وهيك هلا. ايه. بعطيك رقمي. ايه. عرفت وانه بتجي بتطلع لعنا ونشرب فنجان قهوه وهيك بنرجع نتعرف على بعض اكثر وهيك. لا ما في مشكل، بس انا ما بدي رقمك يعني بالاساس، بدي رقم نبيل. شو عايزه؟ ايه فشلت بليز. بعد نايف حل عني هلا فرجيك عن خيي.